بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على البلازما ممبرين أو غشاء الخلية. بلازما ممبرين it surrounds the animal cell، يعني ده بيحيط بالخلية الحيوانية. it determines the inlet and outlet of the cell، يعني بيتحكم وبيحدد الأشياء اللي تدخل الخلية الانلت واللي يخرج من الخلية اللي هو الاوتلت، وبالتالي يحافظ على البيئة الداخلية للخلية، يحافظ على الهوموستاسيس، يحافظ على الاتزان الخلوي. its integrity يعني سلامة الغشاء ده and the function وظيفته are necessary to the life of the cell، يعني سلامة الغشاء ومش بس سلامته، لازم يكون سليم وبيؤدي وظيفته. ده حاجة مهمة جدا للمحافظة على حياة الخلية، لأن لو حصل أي دامج للبلازما ممبرين تموت الخلية مباشرة. It consists of a phospholipid bilayer، يعني هو أساسا عبارة عن إيه؟ طبقتين من الدهون الفسفورية، باي يعني اتنين طبقتين من الدهون الفسفورية with attached or embedded protein. يبقى هو عبارة عن طبقتين من الدهون على طبقة على طبقة، يبقى فيه كمان مجموعة من الدهون إما تكون inserted أو embedded جواه كده، أو تكون إن إيه attached from one side، سواء كان بقى الـ outer side أو الـ inner side. As a structure of the phospholipid molecule, it has a polar head and non-polar tail. زي ما خدنا قبل كده هتلاقي إن الأداة الـ head وده الـ tail للـ phospholipid molecules. ده جزيء الـ phospholipid عبارة عن head وتبقى عبارة عن polar يعني قطبية يعني attract للwater، و non-polar tail اللي هي ذيول غير قطبية اللي هي doesn't interact with water، لا تتفاعل مع المية، escape from the water. plasma membrane proteins، وده بالنسبة لطبقة الدهون. طب بالنسبة للبروتين قلنا عبارة عن ايه؟ اما يكون embedded يعني بيخترق الغشاء كده بيوصل من الطرف ده والطرف ده، او يكون attached from one side only. طب what is the function of the plasma membrane protein؟ البروتينز ده يؤدي ايه؟ اما يكون receptors or conductors or enzyme. يبقى receptors, conductors, enzyme. receptors اللي هو المستقبلات تستقبل الاوردرز، signals اللي جايلها من خلايا الاخرى، او conductors توصل البروتينات اللي هو تعمل transduction للsignals من خارج الخلية لداخل الخلية. or this protein in the plasma membrane acts as the enzyme، تعمل كإنزيمات in the metabolic reaction في التفاعلات الأيضية. ده بلازما ممبرين عبارة عن الفوسفوليبيد باي لاير، هذا طبقتين من الدهون الفسفورية، ده الهيدز وده برضو هيدز، فيس اوت وورد تو ذا ووتري سوليوشن، سواء كان بقى الاوتسايد ده فيه المية اللي هي خارج الخلية يسموها تيشو فلويد اللي هو السائل اللي هو السائل النسيجي، او سواء المية اللي داخل الخلية الموجودة طبعا في السيتوبلازم. طيب والذيول دي اللي هي بيسموها التيلز، ده النون هيدروفوبيك، سوري النون نون ووتر لافينج، يعني ما بتحبش الميه، وده عباره عن هيدروفوبيك تيلز، عباره عن ذيول تكره الميه، فاسكيب ان وورد تو اتش اذر، تتجه للداخل وتهرب من الميه للداخل. بعد كده تلاقي البروتين، والبروتين زي ما انت شايف كده اما يكون امبيدد وصل من الطرف ده والطرف ده للخليه، اما يكون كارير لا اكزيس يبقى عباره عن بروتين كارير ناقل، او يكون فيه تشانل قناه موصله، والاثنين هو عمليه ترانسبورت للمولكيولز ان اند اوت اوف ذا سيل. هتلاقي بعد كده في الشورت تشين اوف شوجرز ترتبط بالبروتين، يسموا البروتين جلايكوبروتين، لو ارتبطت بالليبيدز يسموا الليبيدز جلايكوليبيدز. طبعا دي موجودة بس من الايه from outer side of the plasma membrane، تلعب دور مهم جدا في عملية السيل سيل recognition او الريسبتورز. يعني هتلاقي from inner side only في ناحية السيتوبلازم، تلاقي المايكروفيلمنت سكيلتون الموجودة عبارة عن الهيكل الخلوي الموجود في الخلية. ده البولر هيد وده النون بولر تيلز وده الفوسفوليبيد باي لاير، هتلاقي هيدروفيليك 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 هيدز او توردس اند انورد في الووتر هنا او هنا، وتلاقي في الهيدروفوبيك
اللي هو escape from the water from the interior, hydrophobic interior. البولر هيدز اجين بينج تشارجد, هي بتبقى ايه فيها تشارج, عشان كده طبعا تبقى بولر قطبيه, عشان كده بتبقى هيدروفيلك, بتحب الميه, ووتر لافينج, فيس اوت وورد توورد ذا سيتوبلازم اون وان سايد اند ذا تيشو فلويد ان ذا اذر سايد وير انكاونتر ذا ووتري انفايرمنت, حيث تواجه البيئات المائيه. يبقى دايما هنا تلاقي من بره تلاقي الهيدز, وتلاقي برضو من الناحيه دي هتلاقي الهيدز, ده بيواجه المايه من هنا وده بيواجه المايه من هنا, لانه ده ووتر لافينج محب للماء. الثاني هو النون بولار تيلز ار هيدروفوبيك, يعني نوت اتراكت تو ووتر, نوت انتر اكت تو ووتر, يعني اسكيب فروم ذا ووتر, فيس ان وورد توورد اتش اذر, يعني يتجه بعضها البعض باتجاه كل جزء, كل ديل يتجه الى الاخر عشان يهرب من المياه, where there is no water. So when you phospholipid are placed in the water, they naturally form a circular bilayer. أي phospholipid تحطها في محلول تلاقيها تديك إيه طبقتين ده على شكل إيه دائرة, وده الأساس في صنع الإيه البلازما ممبرين بتاع الخلية, عبارة عن طبقة من الدهون الفسفورية المزدوجة. كل اللي يحب المياه يتجه للمياه, سواء كانت مياه داخل الخلية أو خارج الخلية. والجزء الأصفر اللي هو موجود ده اللي هو عبارة عن hydrophobic tails which escape from the water to the interior. هنتكلم على تركيب البلازما ممبرين, والبلازما ممبرين في نظريات كتيرة مختلفة وفي موديلز كتيرة, لكن أفضلهم طبعا اللي هو الفلويد موزايك موديل, يعني نموذج المبرقش السائل أو نموذج الفسيفسائي السائل. النظرية دي بتقول ان الممبرين فيه اول حاجة فوسفوليبيد بايلير, طبقتين من الدهون الفسفورية, وده الميجر كومبوننت اوف ذا بلازما ممبرين, عبارة عن فوسفوليبيد بايلير زي ما قلنا. فيه هيدروفوبيك تيلز, يبقى فيس انورد تورد اتش اذر, اسكيب فروم ذا ووتر, اند هيدروفيليك هيدز فيس ذا ووتري سوليوشن, سواء كان اوتسايد ذا سيل او انسايد ذا سيل. نمبر 2 هو البروتين, والبروتين not continuous layer, ما هيش طبقة, يعني لو قلنا ده البلازما ممبرين كده اللي هو الفوسفوليبيد layer, ما قولش ان البروتين مش not continuous layer like this, لا دي نظرية خاطئة واثبتوا خطأها. ده البروتين found as a mosaic, يعني عبارة عن batches, بقعة. So protein floats in the phospholipid bilayer, عشان كده بقولك البروتين بيطفو على مساحة الايه الفوسفوليبيد, بقولك like boats on the sea, يعني تشبه الايه القوارب على في البحار, فهي طبقة غير مستمرة. لا هي أجزاء كده زي ما قلنا, إما يكون integral membrane protein, وده قلنا embedded مخترقه أو inserted in the membrane, وده طبعا hydrophobic region is adjacent to the hydrophobic أو hydrocarbon tails الموجودة, يعني الجزء ده اللي هو الphospholipid layer هتلاقي هنا البروتين. الجزء اللي الموجود ده اللي هو موجود داخل البلازما membrane ده هيدروفوبيك, ده هيدروفوبيك ريجون, طب وده هيدروفيلك وده هيدروفيلك, يبقى ده بيواجه الميه ده بيواجه الميه, لكن الجزء الداخلي اللي هو داخل الغشاء ده بيسموه الهيدروفوبيك ريجون. النوع الثاني من البروتين اللي هو البريفرال بروتين, او قلنا عليه اتاتشد بروتين, اما يكون فروم وان سايد لايك ذس انسايد اور اوتسايد ذا, يعني فروم ده من جانب الخلية هنا أو من جانب الخلية الناحية دي, المهم إن هو بيواجه الإيه الخلية من جانب واحد فقط, إما يكون خارج الخلية أو داخل الخلية, يبقى inner or outer membrane surface, موجود على سطح الخلية إما داخل أو خارج الخلية. رقم ثلاثة اللي هو الكوليسترول, برضو من ضمن المكونات الغشاء الخلية, يبقى أول حاجة الفوسفوليبيد لاير, ثاني حاجة البروتين على هيئة باتشز أو بقع, تالت حاجة اللي هو الكوليسترول. والكوليسترول فائدته ان هو maintain membrane fluidity, بيحافظ على سيولة الغشاء, lend support to the membrane, بيدي دعامة للغشاء الخلية. رقم اربعة اللي هو الجلايكوليبيد او الجلايكوبروتين, لما يبقى عندك بروتين ويبقى فيه short chain of sugar اللي هو بسموه oligosaccharides, يعني سلسلة قليلة من السكريات, وترتبط على السطح الخارجي فقط, ده موجود على السطح الخارجي فقط, لو ارتبطت بالبروتين يبقى سموه جلايكوبروتين, لو ارتبطت بالليبيد يسموه جلايكوليبيد. ده رابع تركيب من التراكيب الموجودة في البلازما ميمبرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.